لكن انا هقول تعليق عام على كل اللي انتوا قلتوه. كل اللي انتوا قلتوه المشكله في واحنا بنتكلم ان كل مننا عايز ياخد الحد الاقصى في كل حاجه، عايز المثال في كل شيء. طب مش ممكن هنقدر نعمل ده. حتى الحوار الوطني اللي انت بتتكلم عليه دي خطوه في الدوله المصريه وفي اي حته في الدنيا. الحركه حركه، كل واحد فينا لما يجي يناقش الموضوع بيطلب ان هو ياخد في، وده مش غلط يعني، بس انا بحب ان انا القي الضوء عليه. مش الدكتور ولا الشادي ولا اي حد خالص، لكن احنا اتفقنا كلنا ان احنا واحنا بنناقش اي موضوع ان دي خطوه من خطوات. حتى الحوار الوطني اللي انت بتتكلم عليه هي خطوه، مش نهايه المطاف، لازم نكون متاكدين من كده. حتى العفو الرئاسي دي خطوه من خطوات ما تنساش. ولما اتكلم، لان الاستاذ محمد قال ايه، مش عايزين نتكلم في الماضي، مش كده؟ انا قلت مش كده؟ لا، ما اقدرش ما اتكلمش في الماضي، لان الماضي كان ممكن يخليكوا، وانا مش بخوف حد بيه، انا بسجله لكم. ان نجاكوا ربنا مره ما تستنهوش ينجيكوا كل مره. ان نجاكوا ربنا مره، اسمع واسمعوا كلكم، كان ممكن يبقى كتير من المصريين رايحين على دول تانية. فالفضل هنا مش لحد، الفضل هنا لله. ولما بقول لكم كده الناس بتستغرب قوي، يقول انت بتقول كده ليه؟ مش انت كنت انت اللي اتحركت؟ ده ربنا نجاكم يا مصريين.